تدريب احنا محتاجين، يعني بناء على كلام حضرتك اللي فات، هل احنا محتاجين مزيد من المراكز، مزيد من التدريب، سواء للأب للأم للمدرس للمدربين بقى نفسهم؟ يعني الخبرات في حد ذاتها بدايتها كانت ازاي؟ هل سافرنا بره؟ هل جالنا خبرات من الخارج؟ كانت عاملة ازاي؟ طيب، هو احنا بس اهم حاجة احنا محتاجين نمرة واحد، ان الناس تحس ان هي عندها احتياج ان هي تتطور. ان في ناس متخيله دايما، ومعظمهم مش كلهم، بتلاقي حضرتك ان هو متخيل ان انا بعمل ده اكيد ده الصح، ولازم اللي قدامي يتقبل ده ويمشي على نفس الموضوع. ليه حضرتك دايما بنسمي الناس مثلا لو حد عنده حد مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصه في البيت مثلا بيبقى متضايق ان هو عنده حاجه زي كده، مع ان ممكن يا فندم يكون عنده حد مش من ذوي الاحتياجات الخاصه، بس في جاب، في فجوه بينه وبين والده في التفكير، في كل حاجه، في الثقافه، في كل حاجه. ده على فكره يولد اعاقه اكتر بكتير ان يكون الشخص اصلا عنده اعاقه حقيقيه. تمام، بتلاقي حد ممكن يتكلم مع اي حد من والده او حاجه زي كده، تلاقي والده مش قادر يفهم، ووالده لما يتكلم معاه بطريقه معينه يولد ان الطفل نفسه او الشاب او ايا كان بيبتدي يتعصب ويحصل مشاكل في التواصل مع بعضهم. ليه؟ لان الدنيا مش فاهمه، فهو عايز يوصل له ان دي القيم الحقيقيه اللي المفروض تعملها بناء عليها انا اتربيت. تمام، وهو مش قادر يفهم ان الدنيا تطورت. في بعض الاباط والكلام ده كله بيبتدي يتطور عشان يقلل الجاب ما بينهم. تمام، فاول حاجه احنا لازم نعملها ان الناس نفسها تحس وتعترف ان احنا فعلا عندنا مشكله او محتاج ان انا اتطور. بعد كده نبتدي ايه؟ ندور. ده نمره واحد. نمره حركتني اللي حضرتك قلتي عليه طبعا مهم جدا، مش بكتر المراكز، هو اهم حاجه بمصداقيتها، بالعلم الحقيقي اللي فيها. ما احنا عندنا مراكز كتير جدا في كل حته، عندنا مدربين يعني خلاص، يعني بقى الموضوع بزياده عن اللزوم، خلينا واقعيين. لكن مين فيهم اللي عنده فعلا المصداقيه وعنده العلم الحقيقي انه يقدر يوصل؟ وما بياخدهاش مهنه واكل عيش وخلاص. أيوة يعني ايوه، هي بتبقى يعني في ناس رزق، يعني باب رزق وخلاص. يعني هي بتبقى كده، انت بتفتحي دكاكين واصبح الناس بتبص لها عشان تعوض فرص العمل غير الموجوده. بس هي السؤال الفاليديتي بتاعتها والمصداقيه بتاعتها عشان تنعكس انعكاس سليم على هؤلاء. انا بخدع بشر. ايوه طبعا، بشر يعني حرام ان انا اخدعهم بهذا الشكل. بالظبط، عشان كده يا فندم احنا بنقول دايما المصداقيه نمره واحد، هي دي اللي هتخلي الشخص ان هو يستمر فعلا، يبقى في فاليديشن للموضوع دوت. نمره واحد، يبقى في دورابيليتي او استمراريه بمعنى اصح، ان المكان ده يبقى موجود. لان بكل بساطه زي معظم المدربين، مش كلهم بصراحه، معظمهم بتلاقي حضرتك يقول لك دي شغلانه اللي ملوش شغل. خلينا واقعيين، لكن اللي فعلا حقيقي وبيبقى هدفه ان هو يطور الناس، بتحسي حضرتك بالنتيجه. يعني بيبقى بيعمل تقييم بعد التدريب، بيبتدي نساله قبل وبعد، زي ما الدكتور قال بري تيست وبوست تيست. فعلا احنا بنعمل قبل وبعد، بنشوف الدنيا عامله ازاي. ما بنتابعهم، بنتابعهم بيبقى دعم مدى الحياه لو احتاجوا اي حاجه عن طريق ايا كان ايه الموضوع. فبالتالي بنشوف التطور وتاثيره على الناس، بنبتدي نشوف مواقف حصلت وتطوروا فيها ازاي، حس بالفرق ولا ما حسش بالفرق. فده اللي احنا عايزينه. يبقى نمره واحد، احنا محتاجين نعرف الناس الاول ان دي فعلا مشكله عشان يحس بالاحتياج. نمرة اتنين، ابتدي اشوف المراكز ديت والمدربين ان انا فعلا اعمل مثلا لو جهة، لو ينفع يبقى في جهة تعتمد الناس ديت والمراكز، مش اي حد يعمل سجل تجاري وتجارة ضريبية يعمل مركز. وموضوع الاعتماد دوت من ابسط ما يمكن، وموضوع ان انا اجيب شهادات من بره الموضوع بقى سهل جدا، والمسميات بقت شبه بعضيها. بالظبط، الموضوع بقى شبه بعضيها، يعني بدون ذكر الاسماء بتلاقي حضرتك في فعلا حاجات مثلا اسامي مثلا جامعات عالمية يعني اسمها طبعا تاريخي، ياخد نفس الاسم هو هو ومش هو هو، ده بيبقى معهد حاجة صغيرة جدا وهو بيستخدم نفس الاسم على انها الجامعة عشان الاسم شبهه، ويبتدي يبيع بأرقام على اساس ان انت تاخد شهادة ويقول انا معايا شهادة من بره. طب ما مين اللي بيتضرر؟ هو في الآخر. فالموضوع احنا عايزين نبتدي نقي الكلام ده كله من مدربين، من مراكز، من اعتمادات. مين اللي يكون مسؤول عن تنقيه، عن التنقيه دي؟ يا ريت يبقى حاجه مثلا لو من وزاره الثقافه ولا حاجه، تبقى حاجه لطيفه، او التعليم او ايا كان، او جهه. بس اهم حاجه ما يبقاش عشان هو وزير او عشان هو حد فيبقى متعين، لا، لازم يبقى حد فاهم، يتعمل زي لجان، يبتدي يشوف لو انتخابات حتى، يبتدي الناس هي المدربين. يعني حاجه توصل انه ما فيش اي رقابه. هي ما فيش رقابه، هي فعلا ما فيش رقابه، والرقيب الوحيد ربنا، ومش كل الناس عندها ضمير. طبعا، فخلينا واقعيين. طب من برضو الجهه المسؤوله ان هي تراقب مثل هذه المراكز او هذه دي؟ يعني دي مسؤوليه خطيره جدا طبعا، فعشان كده كنت بسال مين المسؤول، يعني المفروض يبقى تابع لجهه ايه، ومين المسؤول عن الرقابه فيها؟ هم لسه فين الحلقات، هم جم من فتره قالوا ان هم ناويين يعملوا نقابه بيسموها نقابه التنميه البشريه، كانوا ناويين يعملوها وبداوا يجيبوا عناصر معينه، والموضوع كان هيبقى رسمي. انا ما اعرفش ليه الموضوع، هل بقى رسمي؟ مش عارفين هل هو رسمي ولا مش رسمي، هل فعلا عينوا ناس بالانتخابات ولا لا. وكانوا ناويين ان هو يعملوا اختبارات لكل المدربين اللي موجودين عشان يدوا له زي تصريح ان هو يدرب، فدي تبقى حاجه كويسه جدا. بس هل بقى اللي في اللجنه، هل هم اصلا
عارفين الدنيا، هل عندهم ريفرنس، هل هم فعلا مرجعيه؟ ما هي دي بقى النقطه اللي انا بتكلم فيها. اللي هيقيم لازم يكون هو اصلا متقيم عشان نقدر ان احنا نسخ في ايه، في رايه في الاخر وقراره ان الناس دي تكمل او الناس، لان ده هيقفل مكان او هيفتح مكان، فدي برضو هتفرق لان ده اللي هيتحاسب بعد كده عليه.